أهلا بكم. أعلن مكتب الإعلام في محافظة تعز اعتزامه على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المقيدة لعمل الصحافة. خطب مكتب إعلام المحافظة جميع القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية ومراسليها والإعلاميين والمصورين بموافاة المكتب بمجموعة من البيانات، منها بيانات متعلقة بالسكن والعمل والتواصل الشخصي. مثل هذا الإعلان صدمة للكثير من الإعلاميين والصحفيين الذين اعتبروه تدشينا لتقييد الحريات الصحفية، فيما اعتبره ناشطون بداية غير موفقة لمحافظ تعز الجديد. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش طبيعة تلك الإجراءات وقانونيتها ومستقبل الحريات الإعلامية بالمحافظة في محورين: الأول طبيعة إجراءات إعلام تعز وما هي الدوافع وراء طلبها وما هي إمكانية تنفيذها، الثاني مستقبل الحريات الإعلامية والصحفية بتعز. أثار إذن إعلان مكتب إعلام محافظة تعز جدلا في الوسط الإعلامي والصحفي خصوصا داخل المحافظة، وقد ندد صحفيون بتلك الإجراءات واعتبروها مساسا غير مقبول بالحريات الإعلامية، فيما تخوف ناشطون من أن تكون بداية لتوجه قمعي ضمن أجندة سياسية إقليمية. نشاهد معكم هذا التقرير ونعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. إجراءات تنظيمية أم تقييد لحرية الصحافة؟ تساؤل الساعة في تعز بعد إعلان لمكتب إعلام محافظة تعز الذي اشترط مجموعة من الإجراءات لعمل القنوات والمواقع الإعلامية والصحفيين والمصورين، وطلب مكتب الإعلاميين بسرعة تقديم الوثائق خلال أسبوع واحد من الإعلان. الطلب الذي نشره مكتب الإعلام في تعز على صفحته بالفيسبوك ألزم الصحفيين بضرورة تقديم صور من رخص عملهم وبياناتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى روابط صفحاتهم الإلكترونية وأرقامهم في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين سكنهم، خطوة أثارت الاستغراب وعدها مراقبون تدشينا لبدء مرحلة التضييق على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بمحافظة تعز، وتدخلا غير مبرر في خصوصيات الصحفي والتحكم في مجالات عمله. وعلى الرغم من المشاكل العديدة التي تمر بها المحافظة، بداية بالانهيار الأمني والنزوح السكاني من مناطق المواجهات، إلا أنها لم تدخل ضمن اهتمامات وأولويات المحافظ التي ذهبت لتفرض قيوداً جديدة على الإعلاميين. يخشى ناشطون أن الإجراءات الأخيرة بحق الصحافة في تعز تهدف لتقييد الحريات الصحفية ضمن خطة تستهدف المحافظة سياسياً وأمنية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا مدير مكتب الإعلام بمحافظة تعز الأستاذ نجيب قحطان. أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا يا سيد العزيز، حياكم الله. إذن بداية أستاذ نجيب، مكتب الإعلام بتعز قام باتخاذ إجراءات مع القنوات والإعلاميين والصحفيين، هل بالبداية يمكنك أن تضع المشاهد على طبيعة هذه الإجراءات والطلبات؟ نعم يا سيد العزيز، بخصوص الإعلان الذي تم نشره يوم أمس من قبل مكتب الإعلام في محافظة تعز، جاء وفق أمور هامة، وذلك حتى يكون لمكتب الإعلام قاعدة بيانات خاصة يستوحي من خلالها معرفة الإعلاميين العاملين في محافظة تعز في مجال الإعلام، وكذلك معرفة القنوات الإعلامية والوكالات الإخبارية التي تمارس عملها من محافظة تعز. وبالتالي أستغرب التخوف وردة الفعل والقلق الذي طرأ واستشعر به بعض الإعلاميين اللامبالين لهذا الخوف، خاصة وأن قاعدة البيانات لا تمس أي حريات ولا تنادي بأي قيود، بل هذه قاعدة بيانات يحتاجها مكتب الإعلام وفقا للعمل مع القنوات الإعلامية ولشبكته مع الإعلاميين والقنوات والوكالات الإخبارية في هذه المحافظة. طيب، هلا في البداية أطلعت المشاهدين ما طلبتم بالضبط؟ عفوا يا سيد العزيز، أعيد سؤالك. هلا وضحت للسادة المشاهدين ما طبيعة المطلوب أو الإعلان الذي ما ورد في الإعلان الذي تقول أن مكتب الإعلام في محافظة تعز نشره بالأمس على صفحته في الفيسبوك؟ طبيعة الإعلان بالتالي وضع
مشترطة إلى أن يقدم الإعلاميين بياناتهم المحددة بالاسم، اسم أي إعلامي، الجهة الإعلامية التي يتبعها، تاريخ التحاقه بالعمل الإعلامي، إضافة إلى مؤهلاته التي يمتلكها. هذا بالنسبة للإعلاميين العاملين. بالنسبة للقنوات الإعلامية والوكالات الأخبارية، طلب منهم أن يحضروا تراخيصهم، تراخيص عملهم في محافظة سعد، إضافة إلى إفادة المكتب بمذكرة مختومة بالموظفين التابعين لها في محافظة سعد والذين يعملون وسط الجهة التي يعمل بها. يعني هي بيانات، بيانات محددة. هذه البيانات يجب أن تطلب من أي مواطن في أي مكان، ليس فقط في مكتب الإعلام، بيانات عادية جدا. وبالتالي طيب، لا يمكن أن نفسر أن هذه البيانات هي عمل استخباراتي أو هناك تقييد الحريات أو هناك ما وراء ذلك، هي بيانات محددة فقط. طيب ما الدوافع إذن؟ ما دوافع طلبكم لهذه البيانات؟ ما هي الفائدة الوظيفية التي ستقوم بها هذه البيانات في حال وصلتكم؟ أليس يا سيد العزيز من حقنا في مكتب الإعلام أن يكون لدينا قاعدة بيانات للعاملين في محافظة سعد من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية حتى نكون على علم واطلاع؟ أنا لا أعرف هل هذا من الحق أم لا، لكن التساؤل الآن، لماذا أنتم طلبتموها؟ طلبناها حتى يتم التواصل مع الإعلاميين ونميز الإعلاميين من اللا إعلاميين، خاصة وأننا نتعرف بمعظم المؤتمرات الصحفية وفي معظم التغطيات الرسمية والفعاليات الرسمية لحشد وكم هائل من المصورين والإعلاميين والفضوليين، ولا ندري من هو يتبع جهة إعلامية ومن لا يتبع جهة إعلامية. أيضا ذلك حفاظا على أرواح الإعلاميين الذين ينطلقون إلى الجبهات، وأنت تعرف منذ ثلاث سنين كم لدينا من الإعلاميين الذين سقطوا شهداء في الجبهات. أيضا حتى يكون على اطلاع بأولويات مكتب الإعلام في إعداد خطته للإعلاميين المتواجدين في تعز، سواء خطة التدريب أو خطة التوظيف أو خطة الاستيعاب، كل ذلك يستدعي إلى وجود قاعدة بيانات لدى مكتب الإعلام تكون على معرفة واطلاع كم لديها في محافظة تعز مؤسسة إعلامية وكم لديها إعلاميين ومن هم الذين يشتغلون في المجال الإعلامي من هو في ممارسة العمل الإعلامي. طيب ما الذي سيترتب على من لن يقدم هذه المعلومات لكم أستاذ نجيب؟ يا أستاذ العزيز، بالنسبة لي أنا كمسؤول في مكتب الإعلام وأدير مكتب الإعلام، في حالة وجود مقابلة صحفية أو مع مثلا مع محافظة هناك قنوات تريد أن تلتقي به، لا يمكن أن نسمح لقناة إخبارية أن تلتقي وتجري لقاء مع أي مسؤول من مسؤولين السلطة المحلية في محافظة تعز. لا نعرف هذه القناة، هل هي تعمل في تعز أو موجودة، أو هل فعلا هي قناة إعلامية لها مكتب ولها موظفين ومن تتبع، بالتالي أين مقرها، أي على حتى لا تكون في عمل عشوائي. يجب أن يكون هناك إعلام وضحت النقطة، معروف يعرفه الجميع ويطلع عليه الجميع. طيب يعني الآن الحديث عن ذلك أستاذ نجيب يأتي وأنت شاهدت ردة الفعل الكبيرة. هناك من يطرح على أن طلب مثل هكذا معلومات وليس من اختصاص مكتب الإعلام أو حتى من اختصاص المحافظة، بل هو بحسب قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لعام 1990 هو جزء من صلاحيات وزارة الإعلام، وحتى الطلبات التي تم طلبها من قبلكم تتجاوز ما نص عليه هذا القانون. إذن على أي أساس تستندون عند طلبكم لهذه المعلومات، أم أن هناك يعني استناد لقانون آخر؟ يا سيد العزيز، أنا أود أن أسأل، هل هناك في القانون ما يمنع مكتب الإعلام أن يطلب مثل هذه البيانات التي تم الإعلان عنها؟ هذا هو السؤال المهم. هل هناك مادة قانونية تمنع وتحرم على مكتب الإعلام أن يطلب قاعدة بيانات الإعلاميين العاملين في محافظة تعز؟ أما أن الاختصاص لوزارة الإعلام فنحن نتبع وزارة الإعلام ممثلة بوزير الإعلام، أيضا مدراء مكاتب الإعلام يتبعون وزير الإعلام، وكما تعلم أن الحكومة لم تستطع ممارسة أعمالها بشكل كامل من العاصمة عدن، العاصمة المؤقتة، وبالتالي فإن محافظة تعز يمثل في المحافظة رئيس الدولة والحكومة، ومدراء المكاتب يمثلون الوزارات في داخل محافظاتهم.
قاعدة البيانات هذه في حالة إذا أردت أن تسجل طفلك في مدرسة يطلب منك من البيانات اللازمة أكثر بكثير مما طلب من قاعدة البيانات التي نشرناها في إعلاننا. أستاذ نجيب، يعني الانتقادات تتحدث الآن عندما يتم انتقاد هذا الخبر، ليس الحديث عن الأرقام أو عن الأسماء، هناك طلبات لسيرة ذاتية، هناك طلبات لأماكن السكن، هناك مخاوف أمنية لدى من يعني لدى هؤلاء الصحفيين والإعلاميين من ينتقدون هذا الإعلان الذي قمتم فيه حقيقية تجاه الوضع في تعز، خصوصا وأن هناك ما يرونه أنه أولوية قبل مسألة ما اعتبروه تقييد للحريات. يا سيدي العزيز، الآن تعز منذ 3 سنوات وهي تعيش وضع حرب. خلال 3 سنوات لم يتم اختطاف أي إعلامي، ولم يتم حبس أي إعلامي، ولم يتم اعتقال أي إعلامي، ولم يتم الاعتداء على أي إعلامي. مقارنة بالجهة الأخرى في المسيطرة عليها الإنقلابيين، وأنت تعلم والجميع يعلم ماذا يتعرض من تنكيل له الإعلاميين في الجهات المختلفة. لكن هناك من يطرح أستاذ نجيب في المقابل أنه منذ فترة قصيرة تم إغلاق مكتب لقناة فضائية، وهناك بدأت المخاوف تزداد الآن بعد هذا القرار الذي أو هذا الإعلان الذي صدر من مكتب إعلام المحافظة. يا سيدي العزيز، أنا لست من دعاة التقييد، ولست من دعاة الفوضى، ولست من دعاة تكميم الأفواه، ولست من دعاة رمي الأغلال في وجه الحرية الصحفية والإعلامية. أغلقت قناة الجزيرة، وأنا أحد من نددوا بإغلاق قناة الجزيرة وبأسلوب المتبع في إغلاق مكتب قناة الجزيرة في محافظة تعز. ومن أجل ذلك أنا حافظت في إعلاني على أن نلجأ ونتبع أسلوب الديمقراطية، لا أسلوب إعلان حالة الطوارئ. هناك من الإعلاميين في محافظة تعز من يريدون السلطة المحلية أن تعلن حالة الطوارئ، ونحن نريد أن يسير الوضع بشكل طبيعي ووفقا للنظام الديمقراطي، لا أن يكون هناك حالة طوارئ رغم الحرب المستمرة على محافظة تعز. ومن أجل ذلك تجنبا لإعلان حالة الطوارئ وللمخالفات، وحتى لا ترتكب مخالفات من قبل أي جهة بإغلاق أي قناة أو تعدي على أي صحفيين أو إعلاميين، طلبنا فقط تنظيم العملية الإعلامية بمعرفة من هم الإعلاميين من عدم الإعلاميين، كم لدينا إعلاميين في محافظة تعز، من هي القنوات العاملة في محافظة تعز، هل تريد يا سيدي تحت مبدأ الحريات المصطاطية تحت هذا المصطلح حرية الإعلام المصطاطي أن نترك الأمر على بعبثيته على هكذا دون أستاذ نجيب لتوضيح نقطة، أنا هنا أطرح تساؤلات. أستاذ نجيب لتوضيح نقطة مهمة، أنا هنا أطرح تساؤلات تنقل من الشارع ومن الصحفيين والإعلاميين والناشطين، وكذلك أنت تقول قبل قليل أن الهدف منها تنظيم العمل بالنسبة للقاءات مع مسؤولين السلطة المحلية، الآن تقول أن الموضوع بالنسبة للحريات وتنظيم المسألة الإعلامية برمتها، وهذا ربما أساسا ليس بالضرورة أن يكون من اختصاص مكتب الإعلام. على كل حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا من تعز الصحفي أحمد عادل الصهيبي، أهلا بك أستاذ أحمد. إذن أستاذ أحمد، أنتم إعلاميون وصحفيون في تعز، كيف تلقيتم إعلان مكتب إعلام تعز إجراءات عدة تتعلق بالإعلام والصحافة هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عزيزي وجيه ولضيفك الأستاذ نجيب قحطان. في البداية أنا أرى شخصيا ما جاء فيما أورده مكتب الإعلام بصيغته أتى مزعجا للغاية بالنسبة لنا كإعلاميين أو كعاملين في مجال الإعلام. هناك عدة مشاكل وعدة إشكاليات موجودة وحاصلة في المدينة بسبب الفوضى وبسبب الحرب وبسبب عدم وجود أي ترتيبات وقوانين تنظم عمل هذه وسائل الإعلام. لكن الإجراءات التي أعلن مكتب الإعلام أنه يريد الوثائق ويريد المعلومات ويريد، هناك من حق السلطة المحلية ومن حق الحكومة أن تأخذ بيانات وسائل الإعلام، لكن ليست بتلك الصيغة وحتى بالتفاصيل، بهذه التفاصيل، أماكن السكن، أرقام الهواتف، أرقام الواتس، روابط الصحفيين والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. مثل هذا مصدر إزعاج كبير لوسائل الإعلام، والكثير من الإعلاميين والصحفيين اتهموا هذا الإعلام كقرار لتقييد الحرية. ماذا سيفعل مكتب الإعلام إذا لم يقدم الإعلاميين والصحفيين معلوماتهم الكاملة حسب ما ورد في هذا البيان؟
لمكتب الإعلام بالمحافظة. أيضا كان على مكتب الإعلام أن يتجنب كل هذا اللغط بتبرير طلبه في نفس الدعوة المقدمة أو مهتم الإعلام. لكن يعني أيضا في الجهة المقابلة أستاذ أحمد، لماذا يعتبر أن ذلك مسألة لتقييد الحريات الصحفية؟ لماذا لا تعتبر مسألة لمحاولة تنظيم العمل الإعلامي، خاصة وأن الأوضاع الأمنية صعبة في المحافظة وهناك شهداء إعلاميين سقطوا خلال الفترة الماضية أو ارتقوا شهداء وهناك الكثير من الجرحى أيضا؟ نعم، كما قلت لك هناك الكثير من الإشكاليات الحاصلة في محافظة تعز أو في أي محافظة يمنية جراء الأوضاع التي تمر بها البلد في هذا الوقت، لكن الصيغة التي ظهرت بها هي التي كانت مزعجة للغاية. هناك شيء مهم علينا أو على السلطة المحلية أن تنظر إليه، أن لدينا مثلا مكتب إعلام بالمحافظة، مثلا هناك نحن ما نعرفه نعرف شخص المحامي نجيب قحطان هو مكتب الإعلام بالمحافظة، لكن أين مكتب الإعلام بالمحافظة كمؤسسة؟ نحن نود ونطالب أيضا أن تكون هيكلة هذه المؤسسة، أن تبدأ بالعمل، أن تمارس أنشطتها، لا توجد مؤسسة كمكتب إعلامي للمحافظة. إذا ما وجدت هذه المؤسسة فمن حقها بعد ذلك أن تأتي وتطالب بالمعلومات العامة وتلخيص العمل إذا كانت، أو لدينا شيء مهم أيضا هو أيضا وزارة الإعلام التي لها الحق في ذلك قبل كل شيء. مثلا في القنوات الفضائية لا يوجد قناة فضائية محلية أو خارجية تعمل حاليا في اليمن إلا بتراخيص من وزارة الإعلام منذ نشأتها أو بداية عملها في اليمن، فكيف نأتي الآن ونطالب بتراخيص جديدة ومعلومات جديدة لوسائل الإعلام؟ طيب يعني باستثناء مسألة يعني إذا ما تجاوزنا مسألة الصياغة، هل مبدئيا فكرة تنظيم العملية الإعلامية لحماية الإعلاميين فكرة مطروحة لديكم أو فكرة مقبولة لدى الإعلاميين في تعز؟ هي مطروحة لا خلاف عليها، لكن نحن نطالب ب ما نود هو توضيح مكتب الإعلام لأسباب طلبه لهذه المعلومات، أيضا ما الذي سيقوم به في القادم. الأسباب أو الإجابة التي طرحها الأستاذ نجيب مثلا فيما يتعلق أنه مقابلات السلطة المحلية، هذه ليست مسائل تمثل مشاكل كبيرة لنا كصحفيين أو كإعلاميين. أننا سنقابل مسؤول في السلطة المحلية، بإمكاننا أن نقابل مسؤولين ونقيم معهم علاقات صحفية، نقيم معهم مقابلات صحفية أو حوارات، لكن ليس من حق السلطة المحلية أيضا أن تأتي وتمنع وسائل الإعلام التي قد رخص لها من السابق. في الإعلان الذي أصدره مكتب الإعلام أيضا هناك بجانب وسائل الإعلام أيضا تم طلب الإعلاميين ومراسلين القنوات الفضائية ومراسلين الصحف والمواقع الإلكترونية وحتى المصورين وكل من يمتلك أيضا كاميرا في محافظة تعز. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نجيب. أستاذ أحمد، أعود إلى السيد نجيب أو أستاذ نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بالمحافظة. أستاذ نجيب، يعني سمعت ما تفضل به الأستاذ أحمد وهو يتحدث الآن من تعز، كذلك هناك من يطرح أن في الفترة الأخيرة سقط الكثير من الضحايا من الإعلاميين وكذلك سواء من ارتقى شهداء أو من جرح، ويعني تتطور أو تتفاقم حالته يوما بعد آخر. كثير من يطرح الآن عندما طرح مكتب الإعلام هذا الإعلان أنه ما الذي قدمتموه أنتم أساسا للإعلاميين حتى تطالبوهم بمثل هكذا إجراءات؟ نعم يا سيد العزيز، ومن أجل ذلك وانتهاء بما بدأت به أنت في تحليلك هذا وطرحك هذا، ما الذي قدمناه للإعلاميين حتى نطالب بإجراءات هذا؟ وتخيل أن تريدون مننا كسلطة محلية وكمدير في مكتب الإعلام وكمكتب الإعلام مختص أن أقدم دون أن أعرف من هذه الجهة ومن هذا الشخص في حالة جرحه أو في حالة استشهاده، بعيدا عن الإعلان الذي تم نشره. أود أن أوضح رغم الإمكانيات المعدمة لدينا تماما إلا أننا استطعنا أن نستخرج لجميع شهداء الإعلاميين الذين سقطوا في الجبهات
بمبالغ تعويضية إضافة إلى اعتمادهم بجلسات وظيفية وفقا لتصريح رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وكذلك أيضا اعتماد مبالغ مالية للجرحى وعلاجهم. هذا ما قدمته بالنسبة الحكومة وأيضا وزارة الإعلام. لكن يا سيدي العزيز، حينما يطلب مننا أن نقدم للإعلاميين كل شيء ولا يريدون مننا أن نأخذ منهم فقط فائلة بيانات تلك هي الثالثة، لابد يا سيدي العزيز أن يكون لدى أي مكتب، ليس مكتب الإعلام فقط في السلطة المحلية، مكتب الشؤون الاجتماعية لابد أن يكون لديه قاعدة بيانات على كل منظمة المجتمع المدني، مكتب الأوقاف لابد أن يكون لديه قاعدة بيانات على كل المساجد وخطباء وأئمة الجوامع، كذلك مكتب الإعلام لابد أن يكون لديه قاعدة بيانات الإعلاميين. طيب ما الذي منع مكتب الإعلام من عمل هذه الخطوة منذ البداية؟ يعني هذا الأمر لماذا جاء الآن إذن؟ إذا كان كما تتفضل وتقول. نعم يا سيدي العزيز، إذا كنتم تقولون أن هناك أولويات ويقول بعض الإعلاميين أن هناك أولويات وهذا الطلب جاء بعد 3 سنوات، فمتى ستكون الأولويات حتى نطلب هذا الطلب؟ إن تأخرنا في طلبنا قلتم لماذا جاء في هذا الوقت، وإن تقدمنا في طلبنا قلتم هناك أولويات. يا سيدي العزيز، نحن نتساير وسط الوضع الحالي، أنت تعرف أننا في تعز محاصرون، هناك تدمير للمؤسسات، ليس لدينا موازنة تشغيلية. مكتب الإعلام يا سيد العزيز موازنته التشغيلية 30,000 ريال شهريا لا أحصل عليها حتى 30,000 لا تكفي لإيجار مكتب. الآن مكتب الإعلام استطاع فقط أن يستأجر مكتب ويبدأ بمزاولة العمل فيه، وبالتالي من مداومته في هذا المكتب وبوجود مكان ومقر له مؤقت طلب هذه الأشياء حتى فعلا نؤسس لعمل إعلامي مهني حقيقي ويكون لدى مكتب الإعلام قاعدة بيانات. أستغرب ما الذي يجعل كل هذا التخوف وكل هذا التغيب من هذه البيانات. هل طلبي لإسمك ورقم هاتفك وترخيصك فيه ما يضر أو يتمم الحرية الصحفية؟ كلنا نعرف حينما تكون أنت لديك 30,000 متابع في الفيسبوك، ما الذي يخوفك أن تأتيني باسمك في الفيسبوك؟ وهذا طبعا ليس شرط أساسي وليس طلب أساسي. لنبتعد يا سيد العزيز عن الإعلان الذي نشره مكتب الإعلام. نحن نسعى لتنظيم عملية الإعلام وتقنين العشوائية التي حادثة في مجال الإعلام في محافظة سالم. أشكرك. ما الذي يريده الإعلاميين؟ ما الذي يطلبه من الإعلاميين؟ وما هي مقترحاتهم حتى يتم تنظيم العمل الإعلامي؟ هل لديهم مقترحات حتى نأخذ بها ونعمل بها، أم فقط سيظلون يتخوفون من كل صغيرة وكبيرة؟ لابد طيب. أن يكون هناك تعاون مشترك ما بين مكتب الإعلام المحلية وما بين الإعلاميين. أستاذ نجيب، أشكرك على يعني على الطرح الذي طرحته ووجودك معنا في القناة اليوم، على تواجدك معنا في هذه الحلقة مدير مكتب الإعلام بمحافظة تعز أستاذ نجيب قحطان. بالعودة إليك أستاذ أحمد عادل، وليس لدي الكثير من الوقت حقيقة، سمعت ما تفضل به الأستاذ نجيب من نقاط كثيرة، كيف يمكن لمكتب الإعلام في المحافظة أن يقوم بعمله إذا لم تتوفر لديه قاعدة بيانات كأي مكتب يعمل في السلطة المحلية؟ ما هي الإشكالية في نهاية المطاف؟ كما قلت لك، نحن نقدر كل الخطوات التي يبذلها مكتب الإعلام بالمحافظة وبالتالي طلبه لهذه المعلومات ومحاولته تقنين العمل الإعلامي وفرز الإعلاميين من إيقاف العملية العشوائية الحاصلة في المجال الإعلامي. لكن إذن أين الإشكالية؟ هل كانت في التوقيت أم ماذا أستاذ أحمد؟ أولا في التوقيت. الأمر الآخر هو أن تأتي هذه المطالبات على خطوات وأن يتم التمهيد لذلك، لا يتم الطلب دفعة واحدة لهذه الطلبات دون معرفة الإعلاميين ماذا يريد مثلا منها مكتب الإعلام، أو ما هي الأسباب التي دعت المكتب لتقديم لإعلان هذا وإرساله للإعلاميين ومطالبتهم بهذه الوثائق. هناك ملاحظة بسيطة أيضا، عندما تم تعيين مكتب لمحافظة إعلامي لمحافظة تعز، تم تكريم عشرات الإعلاميين والصحفيين باعتبارهم الإعلاميين والصحفيين العاملين في محافظة تعز، ونحن نأتي اليوم ونقول أن المكتب ليس لديه أي بيانات أو أي وثائق. طيب الآن برأيك، يعني في ظل يعني أنتم تطرحون أيضا مخاوف بخصوص الحريات الإعلامية وما شابه، هل يمكن أن اعتبار أن هذه المخاوف حقيقية خاصة في عصر المواطن الصحفي، ومن يستطيع يعني في هذا الزمن من يستطيع منع نقل المعلومة؟ لماذا هذه المخاوف كلها وهذه الحساسية الشديدة تجاه مسألة قد تكون كما يقول
الأستاذ نجيب مسألة تنظيمية بالأساس. هي ليست مخاوف بشكل كبير بقدر ما هي نريد أن كل مؤسسات تهتم بالمجال أو تهتم بعملها بشكل كبير. مثلا نأتي نقول أن قوانين الصحافة والمطبوعات لا يوجد فيها فقرة تقنن طلب هذه المعلومات من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي. طيب الآن وكسؤال أخير أستاذ أحمد، هل هناك خطوات بالنسبة لكم أنتم كصحفيين وإعلاميين تم الإعلان أو تم الاتفاق عليها في تعز لما بعد هذا الإعلان؟ لا يوجد أي خطوات أو ما شابه، فقط نريد من مكتب الإعلام بالمحافظة توضيح أسباب طلبه بشكل رسمي لهذه المعلومات والوثائق، وما هي الخطوات التي سيقدم عليها المكتب في الأيام القادمة أو ما وراء هذه الخطوة، خاصة ونحن الآن في مرحلة فاصلة بين عزل المحافظ السابق وتعيين محافظ جديد لهذه المحافظة. هل هناك مرحلة جديدة ستكون في تعز من خلال ومكتب الإعلام أحد هذه يعني هو على كل حال يجب الإشارة إلى أن أستاذ نجيب قحطان قد يعني رد على تساؤلنا عندما سألنا حول دوافع هذا الإعلان. على كل حال أشكرك أستاذ أحمد عادل الصهيبي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. نرجو أنكم قد وفقنا في طرح هذه الإشكالية كما أو هذا الخبر وتغطيته بالشكل المناسب. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن وتحيات الزميل عبد الرقيب حيدر وبقية الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.